مدينة البي سي 25/7/2012 المصادف 6 رمضان تمر شوارع مدينة البي سي بتفصل نور خير ورد ومزهريات حيطان سيراميك بس لما بتحاول تفوت على حي الله بيت لا الحمد لله رب العالمين بيوت ما ضل عنا البيوت كلها تدمرت وهذا اليوم على الطريق الحديثي مناسبة شهر رمضان مناسبة العروض العرب اللي عم تقدمها لبشار الاسد انه يتنحى عصانة دبلوماسية زاد عنده القتل لان ما عاد عنده خوف من شيء من محاسبة او محاكمة فبده يحاول يهدم اكبر قدر من البنى التحتية مو بس التلبيسي اجمالا بسوريا كلها مثلا هون عنا هاي عاد تنعرف انها غرفة نوم تبعيت عريس ولا غرفة كبيرة ولا شو صار هون بهذا البيت هاي الغرف كلها تفتحت على بعضها عم تنضرب مدينة تلبيسي بصواريخ فراغية عم تسحب الحيطان كلها ما عم تخلي فيها شيء فوت فوت شوف هذا بيت هذا ما عاد اسمه بيت حسبنا الله ونعم الوكيل هذا يكون في عالم شو كان صافي يعني عالم هون عايشي بهاي المدينة برحمة الله هون بزماناته كان في حيط أكيد كان في حيط كان في باب كان في شباك كان في شيء بس هلا شفت عينك يعني ما في داعي تفتح شباك صارت البيوت طلع 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 ما عاد في حيطان بالبيت هاي قذيفة بتسحب الحيطان او بتمتص الهواء من داخل البيت وبتخليه يهبط اما لو يعني هذا البيت الحمد لله رب العالمين انه الركايز فيه كثيرة لولا ما في ركايز كثيرة كان نزل سقف وهلا باخدك على بيت واثنين وثلاثة وعشرة بمدينة تلبيسي ثلاث طوابق صارت مساواية على الأرض نزلت كلها صارت تحت بس نحن صامدين وبدنا نجيب الحرية غصب عنك يا بشار ما عندنا أي مشكلة الشهادة أو النصر دم الشهداء ما لنا مفرطين فيه مدينة تلبيسي 6 رمضان المصادف 25/7/2012